في ساحة التحرير في بغداد، ونصب الشهداء في الناصرية هما استحقاق العراق. نعم، لم تمضي سوى ساعات على إعلان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن عزم حكومته تشييد ما سماه نصبا لشهداء التظاهرات في بغداد وذي قار، حتى هجمت الميليشيات المعتصمين في ساحة الحبوب بالناصرية لتختطف الناشط سجاد العراقي وتصيب رفيقه باسم فليح. ويبدو أن الميليشيات لا تريد التوقف عن إجرامها بحق الناشطين، حيث قالت مصادر أمنية حكومية إن مجموعة وصفتها بالمجهولة اختطفت الناشط سجاد العراقي وحاولت قتل اثنين من زملائه اللذين أصيبا بطلقات نارية من أسلحة كاتمة للصوت. رد ثوار الناصرية لم يتأخر، فقد احتشدوا في الساحات والطرقات مرددين هتافات منددة بسلطة الأحزاب وأجنحتها المسلحة. الذي قام بخطف سجاد العراقي وإصابة الناشط باسم فليح، نعطي مديرية شرطة ذي قار مهلة ساعة واحدة فقط لمسك الجنات، وإلا فسوف يتم إغلاق جميع ملافذ ودوائر وشوارع الناصرية بعد الوقت المحدد. عاش العراق! وعلى الرغم من تحديد شرطة ذي قار مكان الخاطفين في منطقة الرزيج وفقا لتصريحاتها، إلا أنها حاولت حرف الأنظار عن الجريمة بالحديث عن دوافع جنائية وخلافات عشائرية، وهو ما دفع الثوار لتنفيذ تهديدهم بإغلاق الطرق والجسور، ملوحين بمزيد من التصعيد إذا لم يتم الكشف عن مجامع القتل والخطف. الآن تم قطع الجسور من قبل ثوار ساحة الحبوبي احتجاجا على اختطاف سجاد العراقي. طبعا كل الجسور انقطعت. جريمة جديدة تأتي امتدادا لسلسلة من عمليات الاغتيال والخطف المنظمة تستهدف الناشطين، في وقت أكدت فيه صحيفة The National الأمريكية أن جيلا كاملا من النشطاء العراقيين يتعرضون للتهديد ويدفعون أرواحهم ثمنا لوقوفهم ضد الفساد والميليشيات، مشيرة إلى أن حكومة الكاظمي التي تعهدت بمحاسبة القتلة لم تفعل أي شيء، لكن النشطاء مصممون على فرض واقع جديد يقضي على سطوة تلك الميليشيات والأحزاب الفاسدة، ويعمل على بناء نظام سياسي يلبي تطلعات العراقيين.